يا صباح الخيرات لكم مشاهدي قناة سما الفضائية. النهار أحد، بداية أسبوع عمل جديد بسوريا، إن شاء الله يكون مليان بالإنجازات، مليان بالبركة والرزق لنا وإلكم. إنجازات، كلمة إنجاز كلمة كتير كبيرة، ولكن كتار بيوقعوا بوهمة وبفخة، وهم الإنجاز. كتار من الناس بيعتقدوا نفسهم عم ينجزوا. ليش؟ لأنه عم يرجعوا على بيتهم آخر اليوم تعبانين، أو قاعدين عم يدرسوا وعم ينجزوا بيعتقدوا أنه دراستهم فعالة، ولكن الدراسة بتكون وهمية. ليش بيعتقدوا أنه فعالة؟ لأنه والله ابني ما طلع من الغرفة كل اليوم عم يدرس. إن شاء الله الله يحميه وينجحه. أوكي يا مدام، الله يحميه وينجحه، ولكن تعي سمعي له صفحتين من اللي درسهم كل النهار، إنجازه كان وهمي. وثق على ذلك، إنجازنا ببيئة العمل، بالجامعة، بالدراسة، حتى بالحياة الزوجية والأسرية. فخ الإنجاز ووهم الإنجاز اللي بيكون عبارة عن جهود مبذولة عبثية تسمع فيها جعجعة ولا ترى طحناً. فإن شاء الله يا رب يكون إنجازنا وإنجازكم حقيقي وفعال، بعيد عن الوهم، بعيد عن بعثرة الجهود هباء منثورة. يسعد صباحكم، صباح الخير يا هبة. يسعد صباحك يا وريد، يسعد صباحكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. يعني بالفعل اليوم الإنجازات هي من أكثر القصص يلي مفروض الواحد يشتغل عليها، ولكن عن جد بيقول الواحد يشتغل أوقات بذكاء أفضل من أنه يشتغل بجهد. وتصديقاً للكلام يلي عم بيقوله ورد، قدي عن جد الشخص وقت يشتغل بذكاء يمكن يقطع أشواط تكون متقدمة عن الأشخاص يلي عم يشتغلوا بجهد ولكن من دون أي نتيجة. كمان في أشخاص كمان بتلاقوهم قاعدين وبيقولوا يلا الله بيرزق والله الرزاق، بس بيقولوا إنه اشتغل على المتاح لحتى رب العالمين يفتح لك الطرق الغير متاحة. قدي في أشخاص عن جد يا ورد بتلاقيهم مستسلمين لكل التفاصيل، مستسلمين لكل الظروف يلي عم بتصير معهم، وقاعدين على كلمة الله بيرزق. أنا أكثر كلمة بتستفزني بالحياة إنه يلا الله بيرزق. طب من وين بده يرزق؟ أوكي، ما بيرزق اشتغل. ما اشتغل، بس اشتغل وتعب على حالك، وحاول دائما يكون عندك هيك قائمة تبلش فيها من الصبح، يعني حتى لو كانت قصص سخيفة نحن بنعتبرها روتينية، نقول نحن بدنا نشتغل القصة الفلانية والفلانية والفلانية قدر الإمكان، ونحاول نسعى يكون نهارنا مليء بالإنجازات. يسعد صباحكم. من بعد هالغنية الرائقة صار الوقت لنتعرف سوا على عناوين حلقة اليوم. يعني مثل العادة هي كانت عناوين سريعة ورد لها حلقتنا لليوم، وبتبقى الفقرة يلي أغلبنا وكلاتنا مننطرها صراحة هي فقرة الطبخ، لحتى نعرف هيك شو نجهز أكلة بهالشتوية أو بأيام الشتوية بهالبردات. شايف بشرى رح تخبرنا وتساعدنا. يسعد صباحك. صار فينا نقول أيام الشتوية. ايه عن جد، يعني رغم انه انا حاسه انه رح يرجع يدفي الطقس شوي. ما هلا رجع شوي يدفي، مو بيقولوا بين تشرين وتشرين صيف ثاني؟ انت لازم تقلي لنا مشان تستوي الفاصوليا، قال صح؟ ايه مزبوط، في الفاصوليا والباميه وهالقصص، يعني في مؤشرات للشتويه. هلا اليوم بعيدا عن هي الاكلات، نحن اليوم بالمطبخ الغربي فيوجن غربي شرقي، هو اوزي برجر دجاج. رح استعمل دجاج بهذا بهي الوصفه. هي اوزي برجر، يعني العجينه انا رح احضرها والجاج رح نحضره ونتبله ونحطهم بالفرن لحتى يطلعوا مثل البرجر. اوكي، انا تشوقت شوف النتيجه. اول ما فات ورد قعد، انا قلت له ورد اليوم شوربه. عامله شوربه اليوم الشيء. شوربه بلشت. انا بدي اترك شوربه لاول مطره. اول مطره. يلا حنشوف المقادير وطريقه التحضير. اكيد ناطر. شكرا لك يا شوف. اكيد مكملين بفقراتنا لليوم، وهلا حنحكي عن شخصيه جديده حتكون بطلة تقريرنا القادم بمشوارنا الصباحي، شخصية أدبية قوية وجريئة صدح اسمها بعالم الكتابة وانعرفت بأعمالها يلي بتعكس قضايا المرأة وحقوق الإنسان، كانت صوت حقيقي من خلال كلمات المبتكرة بمواجهة كل العقبات. واليوم بذكرى ولادتها حبينا أنه نحكي عنها ونقدمها سوا بهالتقرير القادم. في عالم الأدب والجرأة تبرز الكاتبة نوال السعداوي كواحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً وجاذبية. نوال لم تكن مجرد كاتبة بل رائدة في فكرتها وأسلوبها، ولدت في بيئة عائلة تشجع على التعبير الحر،
مما ساعدها على تطوير شخصيتها الجريئة والقوية في المجتمع المصري. تعتبر نوال السعداوي من الكاتبات التي تحدين الأعراف والتقاليد من خلال مؤلفاتها، فقدمت رؤى جديدة حول قضايا النساء في المجتمع العربي، واستطاعت أن تعبر عن أفكار قد تكون مستبعدة سابقاً، واستخدمت أسلوبها الفريد في إيصال الرسائل، مما جعل أعمالها تحتل مكانة مرموقة في الأدب العربي. تجسد شخصية نوال السعداوي الشجاعة والتحدي، فلا تخشى من تناول القضايا المثيرة للجدل، وقد ساهمت كتاباتها في تحفيز النقاش حول مواضيع تمس العمق الثقافي والاجتماعي. وبشجاعتها أصبحت مثالاً للعديد من الكتاب الشبان الذين يسعون لتحقيق أحلامهم. قالوا لها: أنت امرأة متوحشة وخطيرة، فكتبت قائلة: أنا أقول الحقيقة والحقيقة متوحشة وخطيرة. نعم، إنها الطبيبة المصرية الرائدة والناشطة النسوية والكاتبة نوال السعداوي، التي أمضت عقوداً وهي تعبر عن آرائها من خلال رواياتها ومقالاتها وأبحاثها ومحاضراتها، ولكن هذه الآراء كانت تقابل بالرفض والقضايا والدعاوي الكثيرة، لكنها لم تستسلم وبقيت مواظبة على نشر هذه الأفكار. تعتبر آراء نوال السعداوي المنثورة في كتبها مثيرة للجدل على أصعدة شتى، فهي تعتبر أن عمل المرأة هو السبيل لتحريرها من المجتمع الذكوري. ومن بين تجارب طفولتها التي وثقتها السعداوي بوضوح، كان خضوعها لعملية ختان في عمر السادسة، ومن هذا المنطلق نتيجة للأبحاث التي قامت بها في مركزها البحثي الخاص، ظهرت بنتيجة، وهي أن عملية الختان للإناث تشكل خطورة كبيرة وتعتبر جريمة حقيقية، وهذا الموضوع أيضا ينطبق تماما على ختان الذكور. أسست السعداوي عددا من الجمعيات مثل جمعية التضامن مع المرأة العربية، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، جمعية الكاتبات المصريات، جمعية التربية الصحية، واختيرت من ضمن أهم 100 امرأة مؤثرة في العالم. فباختصار، نوال السعداوي ليست فقط كاتبة، بل هي صوت متجدد يدعو لفهم أفضل للعالم من حولنا. من خلال أعمالها تبرز قوة الكلمة وتأثيرها، مؤكدة أن الأدب هو أداة فعالة للتغيير. يسعد صباحكم عن جديد. على الرغم من القدر الكبير اللي بتمنحه الأمومة للمرأة من إحساس بالأنوثة، من تحقيق الذات، إلا أنه بعض الأمهات واقعات بفخ الاستنزاف، فخ الموضوع يلي هو أنه أنا لازم ضحي، تأنيب الضمير، جلد الذات دوماً، أنا مقصرة بحق أولادي، بحق زوجي ومؤسستي الأسرية، ولكن بتسعى دوماً للمثالية. فبحسب دراسة نشرتها دورية بتقول أنه الأمهات اللي هن عم يربوا أبنائهم قادرات دائماً على العطاء أكثر وأكثر لما يكونوا أكثر راحة بالبيت، حتى نفسياً، ودائماً بحسوا بتأنيب ضمير أنه هن مقصرات. من أبشع القصص يلي ممكن تحس فيها ورد الأم إنه هي تحس دايماً حالة مقصرة، على الرغم من إنه هي بالفعل عم بتقوم بمهامها وعم تنجز كل القصص يلي عليها وبحق أولادها، وكثير من الأوقات للأمانة بتنسى حالها. أصعب شعور صراحة ممكن تحس فيه الأم هو التقصير تجاه هدول الأولاد. ومن أكثر مهام الحياة صعوبة وشقاء هو العناية بالأبناء وتربيتهم. يعني وظيفة الأم أبداً ما لا سهلة مثل مكتار مفكرين، وحرفياً الأم بتستنزف وبتستنزف كل طاقتها أوقات كتير على أولادها، بتنسى حالها قبل وبتنسى حالها هلأ شو مفروض تعمل وشو مفروض تهتم بحالها، بتنسى علاقاتها الاجتماعية يلي كانت، وحتى بتنسى أنه تطور علاقاتها الاجتماعية لاحقاً كيف كانت قبل، وتركز دائماً على هدول الأولاد يلي بيكونوا هن بالفعل مشروعها الأول والوحيد
بهي الحياة. طبعا كل هذا الحكي أكيد في له تفسير علمي، لنعرف أكثر عن هذا الموضوع أكيد معنا اليوم بفقرتنا النفسية الاختصاصية النفسية حنين البستاني لتساعدنا وتساعد كل الأمهات اللي بيعانوا من هذا الوضع. يسعد صباحك حنين وأهلا وسهلا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. الأم المستنزفة، الأم اللي من الصبح بتشتغل لآخر المساء، فضيفي على ذلك الأم يلي هي بتشتغل برا وجوا، الموظفة اللي عندها عمل أيضاً. ما كل أم عم تتابعنا هي مستنزفة، حتى بس نوضح. إمتى بنقول عن أم إنه فعلاً مستنزفة؟ أوكي، هلأ الأم المستنزفة خلينا نقول هو بتكون عم تتعرض لإرهاق شديد بحياتها بسبب نمط حياة ينفرض عليها، يا هي تعودت إنها تعيشه بهي الطريقة، وللأسف بيكون لمدة طويلة، يعني ما عاشت هذا النمط شهر وخلاص رجعت لحياتها الطبيعية، هي صار لها سنين عايشة بهي الطريقة. هون صار في عنا إرهاق مزمن، هذا الإرهاق أثر على واجباتها اليومية، أثر على نشاطها، أثر على استمتاعها بالأنشطة، ما عم تقدر تستمتع بأي نشاط هي عم تعمله، بتحس دائما بتأنيب الضمير إنه هي مقصرة، مع إنه هي فعليا عم تعمل أحسن شيء ممكن تعمله، عم تطلع كل المهارات اللي فينا إنها تطلع، وهذا الشيء بيتطور لمراحل متطورة، بصير عنا مشاكل جسدية ونفسية، حتى الموضوع بيتطور لأمراض ممكن برجع بقول تكون جسدية أو حتى نفسية. فخلينا نقول الأم المستنزفة اليوم هي يلي فعلا معرضة تحت ضغط شديد جدا وإرهاق شديد جدا. تعرفي يا حنين، في كتير من الأشخاص وخاصة أوقات خلينا نكون واقعيين، الأزواج بيقولوا للسيدة إنه أنتي من إيدك، أنتي الحق عليكي، أنتي يلي ضغطة حالك، أنتي يلي عم تحملي حالك المسؤولية، أنتي وأنتي وأنتي، وبينسوا عن جد إنه هي هي التشاركية، هي هي مو بس التشاركية، هي الغريزة اللي عندها، إنه هي غريزة الأمومة، يعني هي بدها تقدم أفضل ما عندها لأولادها. طب اليوم أنا شو الأعراض يلي ممكن تظهر علي تأكد لي إنه أنا أم مستنزفة من كل التفاصيل والقصص اللي عم بتصير معنا في حياتنا؟ هلا أول شيء برجع بقول إرهاق شديد يلي بيأثر على نشاطاتنا بالحياة. ثاني شيء بيصير عنا مشاكل بالنوم مثل الأرق مثلاً، أو النوم المتقطع، أو ممكن توصل لمرحلة يا بتنام مثلاً 10 ساعات أو 11 ساعة متواصلين، واللي هي أكيد ما نون مدة أكيد طبيعية، يا أما ما بقى تنام بالمرة، هي اضطرابات النوم كلها بتظهر عليها. القلق الشديد، دائماً هي متوترة، دائماً إنه عندها التزام بدها تعمله، يعني بتكون قاعدة مثلاً معنا وهي تفكيرها وعقلها بمطرح تاني، أنت بدي أرجع طلع الطبخة وضب الغسيل تماماً، مشتتة ذهنياً في تشتت واضح جداً بيكون عليها، بنظراتها، بطريقة تعاملها مع أطفالها، يعني إذا ابنها صار حتى بيأثر على أطفالها تماماً، يعني اليوم ابنها صار معه مشكلة بالمدرسة، جاي عم يحكي لأنه ماما صار معي هيك هيك هيك، هي ما أنا مركزة معه، هي عم تفكر إنه شو عندها التزامات برا البيت وجوا البيت، وبدها تلحق للطبخة مثل ما قال ورد، وبدها تلحق لكذا ولكذا، فهذا كله بيعمل لها تشتت ذهني. إضافة لبرجع بقول الأعراض النفسية اللي بتظهر عنا يلي هي مثل الاكتئاب مثلاً، بصير عنا أعراض اكتئاب تظهر عليها، لأنه برجع بقول هي اليوم ما أنا عم تحس بالاستمتاع بالأنشطة اللي عم تعملها مثل أي إنسان تاني، فأكيد بده يصير عنده أعراض اكتئاب وانخفاض بالمزاج. هي أولاً بصير عنده عزلة اجتماعية، لأنه هي من كثر الالتزامات الموجودة عندها هي ما عم تتفضل لحالها، ما عم تتفضل تروح تعمل نشاط اجتماعي مثلاً. هي الأعراض يلي بتكون واضحة يعني بالنسبة لنا، وفي أعراض تانية مثلاً هي نفس الأم بتعيش فيها بينها وبين حالة، مثل الإحباط مثلاً، تأنيب الضمير إيه إنه أنا ما عم بعمل وما عم ساوي، والإحباط إنه هي محبطة، يعني هي شايفة إنه هاملة حالة بشكل عن جد عم يحسسها إنه صورتها لذاتها صارت سلبية. صحيح. أنا كنت عم ركز كتير بالأعراض اللي ذكرتيها، وتسقط هذه الأعراض على كتير من السيدات اللي عم يتابعونا اليوم. صحيح. مع الأسف ناهيك إنه في سيدات مملكتهم بيتهم، هي بيتهم، يعني ما عندهم نشاط خارجي. 50% من النساء اللي عم يتابعونا يمكن ستات البيوت ما عندهم نشاط خارجي، بعض ستات البيوت يمكن بيمرق يومين وثلاثة ويمكن أسبوع ما يعتبوا عتبة الباب تبع بيتهم. صحيح. فهنن قاعدين بالبيت، شو بدهم يعملوا بالبيت؟ سيستنزفنا 100% معنون النسوة. عن جد رح يصير استنزاف قوي، وخاصة مع هلأ ضب الصيف في تطليع الشتوي ومع التعزيل ومع الأمور كلها. طيب أنت متخيلة كائن بشري يقدر عاليا هو تاج الراس اسمه الأم عم يعيش بدوامة مغلقة بين أربع حيطان،
قديه بيلعب نفسيا هذا الموضوع على استنزاف الامهات؟ صح، نحن بشر بالنهايه، عندنا مشاعر، عندنا صور بدنا نشوفها. يعني نحن اليوم عم نشوف نفس الصور يلي هي ببيتنا لمده 4 ايام. انت تخيل مثلا قاعد لمده 4 ايام ببيتك عم تشوف نفس الغسيل، نفس المهام اللي انت عم تعملها، هي يعني الصور كلها عم تنحفظ عندك بالدماغ. طبعا نحن ما عم نقول الام تقصر على واجباتها، اكيد انت فيكي توازني، انت تروحي مثلا تشوفي حالك، مصحتك الجسديه، تلعبي رياضه مثلا، لو ساعه نحن ما نقول تروح تترك ولادها 5 ساعات وما ترجع عشان ما يفهمونا غلط، يعني تتمشى مثلا تماما، اي ابسط شيء. فبس انه ما نضل نحن لمده 4 ايام عم نجلد انفسنا بهي الطريقه، هذا الشيء عن جد بياثر على صحتنا النفسيه بصوره كثير سيئه. وقدل الاعراف المتوارثه بمجتمعنا بتكرس قصه انه انت زوجه، انت بالمطبخ، انت بالبيت، هذا واجبك، لا تمنينينا. صح، هذا الشيء على فكره يعني انا بشوفه ببلش بينولد من الطفوله. يعني اليوم نحن بينحكى قدام الاولاد انه مثلا الام المثاليه هي اللي بتضل كل الوقت بالمطبخ، هي اللي بتضل عم تشتغل، هي الام المثاليه عم تلبي احتياجات الزوج والاولاد. انت لتكوني ام جيده ومثاليه، اقرب للمثاليه، طبعا مثاليه معنى مثاليه مطلقه، بس خلينا نقول اقرب للمثاليه، مثلا انت تفهمي ابنك مثلا نفسيا، تفهمي صحته النفسيه، انت كمان تفهمي صحتك النفسيه، صحتك النفسيه بتنعكس على طفلك. صحيح. شو بده يستفيد طفلك اذا انت كنتي عم تطبخي له وتغسلي له وعم تعملي له هي الواجبات، بس بالمقابل انت نفسيتك مو مرتاحه؟ تماماً. هو حاسس انه امه ما عم تشعر بهي السعاده، فبيشعر بعقده ذنب كمان 100%. حتى كل هذا الضغط والضغط يلي عم بيصير مع الام، هذا دائما بتلقيه على اطفالها وبالتالي حيأثر عليهم سلبيا. بتعرفي في هيك مقوله سريعه بيقولوا اوقات انه عن جد تحب حالك لحتى تقدر تقدم المحبه للاشخاص اللي حواليك، ولحتى الاشخاص اللي حواليك يقدروا يحبوك، وبالتالي يعني مرايه نحن للاشخاص اللي حوالينا. طيب انا ام مستنزفه ومصابه بهذا الموضوع، اعطينا الاستراتيجيات يلي نحن لازم نمشي عليها لحتى نخلص من القصه. اوكي، هلا في نقطه بدي نوه عليها، نكون واقعيين. يعني اليوم اغلب النساء السوريات مستنزفات ومستنفذات الاثنين سوا. ليش؟ لانه اليوم بسبب الاوضاع اللي صارت مؤخرا، يعني هي اللي زوجها ما عاد موجود، هي اللي زوجها سافر، هي اللي زوجها استشهد، فهي اليوم عم تقوم بمهام الرجل والامراه مع بعضهم تماما، شغل برات البيت وجوات البيت. طيب هون شو بنعمل بهيك حاله؟ كيف ممكن مثلا نحن ما بدنا نهرب من الواقعيه، ما بدي احكي بمثاليه يعني كثير، هون نحن اول شيء لازم نعمله نطلب المساعده بشكل صريح وواضح. مو عيب المراه تطلب مساعده من الاصدقاء او من الاهل، حتى يعني خلينا نقول من الدائره القريبه، يعني عادي نقول انه انا ما عاد فيني طبعاً. انا بحاجه مساعده، بحاجه استراحه، بحاجه انه تتوزع المهام. هي الاستراتيجيه جدا مهمه. كمان خلينا نقول ترتيب الاولويات. اليوم وقت بتبلش الام بمرحله الاستنزاف بصير الشغلات المهمه والمانا مهمه بتخلطهم مع بعض. صح. بدي اعمل كل شيء بدي اعمله سوا. خلينا نرتب المهام، نرتب الاولويات، نعمل الشيء المهم ليومنا، ما في داعي نمسك 10 بطيخات مع بعض. يعني هذا الشيء يعني بجرنا الاستنزافات. هذا اللي حكيناه هبه وانا بالمقدمه الصبح، اللي قلنا انه وهم الانجاز، انه انا عم انجز، انا من المطبخ للغرفه القعده للصالون لضب الغسيل للبلكون للغساله كذا، واخر شيء انه عم بهدر جهد بس ما عم رتب اولويات. في شيء مهم لازم كان ينعمل، هي ترتيب الاولويات من اهم الشغلات. قديه مهم انه الام بهي الحاله عن جد تخلي في مشاركه من الاطفال معها، سواء بشغل البيت، سواء بانجاز المهام، او حتى بكثير تفاصيل منه. نحن عن جد بنقلل من هدول الاطفال اللي غير مسؤولين. انا اليوم صرنا عم نشوف كثير اطفال اتكاليين وغير مسؤولين، ومنه هي كمان بترتاح. هلا في حال وجود كمان الزوج هون، خلينا كمان ننوه على هي النقطه، اكيد هون الازواج لازم كمان يفهموا عاطفيا الام هي هون شو عم تحس، يسمعوها، يقدروا مشاعرها. هي الاستماع ممكن احيانا كلمه صغيره فيها تقدير تخلي الام ترتاح نفسيا اسبوع لقدام. هذا الشكر والتقدير وفهم العاطفه بهي التفاصيل، تواصل العاطفه مهم. يعني احيانا الزوج بيقول انا ما فيني مثلا ادي واجبات جوات البيت وبرات البيت، بقول خلص ما عم بقدر. كمان في سيدات عم تشتغل جوات البيت وبرات صحيح. البيت 100% صحيح. هلا هون كمان هي النقطه، انه في حال الزوج عن جد ما هو قدران انه يشارك باعمال المنزل، يعني من هاي نحن مجتمع شرقي ما كثير نحن بدنا انا والله ضد انا كرجل وبحكيها كمان انا ضد. حتى انا بقول لكثير من الامهات، ويمكن والدتي وحده من الامهات اللي كنت كثير الا هذا الموضوع، اقطعوا الحبل السري بينكم وبين اطفالكم.
في امهات ابنها عمره 22 سنه 25 سنه بتجيب له كاسه الشاي لليوم تماماً. لغرفته امها ما شرب شاي وهي بتكون يا حزينه عمرها 60 سنه في عندها هشاشه عظام في عندها صعوبه بالاداء المهام اليوميه ولساته ابنها اتكالي بتغسل له وبتطبخ له وبتجلي له واخر شيء انه ليش فيقتيني فانا ضد انه يكون الرجل اتكالي حتى على زوجته طبعا 100% بس بنرجع هذا الموضوع صار اعمق من هيك لانه اذا نفوت هلا نشوف كيف هي الامور توارثت وكذا اليوم بدها حل خاص تماما هلا اليوم نحن عم نعمل ابديت لهي المعتقدات عم نعمل ابديت جديد هذا الجيل مختلف عن هذاك الجيل كل ما عم تتقدم السنوات كل ما عم نشوف في تغييرات من الناحيه النفسيه والتوعويه عم تصير بس خلينا ننوه على نقطه كثير مهمه انه هون الزوج اذا كان فعلا ساعات العمل تبعه طويله وما عم يقدر يساعد ويشارك بمهام البيت فيك انت تتفهم زوجتك عاطفيا تتاخر النهار وتجي تحكي تفش قلبه مثلا تعرفي هيك هلا بالمختصر وسريعا بيقولوا انه الرجال وقت تشكيلهم المراه بيفكروا انه هن بدهم حل هي ما بدها هي بس بدها تسمع يا جماعه فهمني واسمعني بتحطوا سماعات بابنك وكمان شكرا كثير لك لتواجدك معنا شكرا على كل المعلومات ويا جماعه ارحموا السيدات وخاصه السيده السوريه اليوم في كميه من الضغط كثير كبير عليها عم تشتغل جوا البيت وبرا البيت وعم تهتم فيكم فالام شيء مقدس اكيد انتبهوا على امهاتكم الله يحمي لكم امين يا رب شكرا لك يسعد صباحك تعالوا نروح لعند الشيف بشرى فورا ونبلش طبق الغريب العجيب لليوم صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم ان شاء الله يكون نهاركم كله خير وصحه ورزق اليوم رح نعمل اوزي برجر ورح احشيها بالدجاج يعني اوزي برجر دجاج رح نحضر العجينه وانا حضرت العجينه رح احكي لكم عنها على السريع رح نحضر الحشوه يعني نحن بس الاختلاف عن سندويشات البرجر اللي بنعرفها انه نحن رح نحضر العجينه ونشكل كل المكونات بقلب العجينه بعدين نحطها بالفرن هلا بالنسبه للعجينه خليني احكي على السريع بلشت بكوب من الحليب الدافي مع معلقة من السكر والخميرة خلطتهم وتركتهم على جنب 4 كوب من الطحين أكيد رح يطلعوا المقادير عندكم 4 كوب من الطحين حطيت لهم معلقة صغيرة من الملح خلطتهم منيح 1/4 كوب من الزيت استعملت الزيت النباتي وضفت حبة بيض خلطتهم مع بعض بعدين ضفت خليط المي الحليب مع الخميرة والسكر وعجنتهم كتير منيح بعدين تركتهم أكيد ليتخمروا تقريبا أخذوا 3/4 الساعة إذا الجو بارد ممكن ياخذوا وقت أطول بعدين قسمتهم 10 قطع يعني تقريبا بيطلعوا 100 جرام لكل حبه هي العجينه هلا رجعت غطيتها لحتى ترجع تتخمر وقت بدنا نشتغل فيها بالنسبه للحشوه حشوه الدجاج عندي كيلو من الدجاج الكباب المفروم كتير ناعم فيكم تحطوا مع الدجاج دهنه شوي صغيره من دهنه الغنم وفيكم اذا هي عباره عن صدور اللي عم بستعملون فرح احط معلقه كبيره من السمنه سمنه او دهنه هي بترجع لكم شو اللي متوفر عندكم عندي معلقه كبيره من خليط او معجون الثوم مع الزنجبيل يعني انا طول السنه بيكون عندي هذا الخليط دائما موجود عندي اياه بالفريزر بحطه بمطربان ازاز نظيف بعد ما اخلطهم مع بعض وحطهم بالفريزر فما بالكم انه هلا موسم الزنجبيل واكيد اسعاره ارخص من باقي اوقات السنه فاستغلوا هاي الفرصه كميتين قد بعض من الزنجبيل والثوم بضربهم بمحضره الطعام او بدقهم بمدقه الثوم مع شويه ملح صخري وبحط لهم شويه زيت نباتي بحفظهم بمطربان ازاز نظيف على باب الفريزر اكيد بيكونوا جاهزين وقت الاستخدام عندي معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة من البابريكا وعندي معلقة صغيرة من بودرة الثوم ومثلهم بودرة بصل وعندي نص معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض ونص معلقة صغيرة من بودرة الزنجبيل دائما أنا بحط بودرة زنجبيل وثوم حتى لو عندي فريش مشان إذا ما كان عندي يا فريش بكتفي بالباودر اللي عندي عندي نص كوب من الكعك المطحون ناعم هلا هذا الخليط رح بلش بايدي خليط واعجن كثير منيح باعتبار انه انا العجينه قسمتها 10 اقسام كمان الحشوه رح اقسمها تقريبا كمان 10 اقسام بيطلعوا تقريبا 100 125 جرام اللي هي تقريبا يعني حجم قطعه البرجر النظاميه خليني اقول رح اقطعهم اعملهم دوائر مثل شكل البرجر هدول رح يشتغلوا تحت الهواء وهون محضره المقلايه فيها شويه زيت رح بلش قليهم هلا يمكن رققهم شوي انا لحتى ما ياخذوا وقت بالاستواء هلا
بالفقرة الثانية رح نبلش نشتغل بحشو العجينة. أكيد رح نفرد العجينة نحط فيها الجاج بعد ما يستوي. أكيد فيكم تستعملوا لحمة كمان بدل الجاج، وأنا بفضل يعني بهي الوصفة إنه نحطهم مستويين كان اللحمة أو الجاج لحتى نضمن إنه وقت رح يفوتوا على الفرن أنا بس استنى العجين ليستوي عندي. أكيد في مقادير تانية للحشوة رح نحكي عنها بفقرتنا الثانية، لأنه هلأ أنا وأنتوا رح نرجع لعند هبة ورد نتابع باقي الفقرات وبرجع بكمل معاكم بفقرتنا الثانية إن شاء الله. يسلم إيديك يا شيف. شكرا. يسلم إيديك يا شيف ويعطيكي ألف عافية. أكيد اليوم مع التبدلات الفصلية يلي نحن عم نعيشها وهلأ صار تقريبا شتوية، تختلف العادات والروتين يلي كلياتنا من متبعينه خلال فصل الصيف، سواء من ناحية الميك اب أو حتى ستايل الشعر أو حتى التياب وغيره من التفاصيل يلي بيختلف مع كل فصل من اللون للموضة للترتيبة بشكل كامل. تماماً. بتحبوا هالفقرات انتو البنوتات والصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا، وبيصير في تغيير كامل بكل شيء كنا نعمله من فصل الصيف لفصل الشتاء. لهيك فقرتنا اليوم رح تكون عن الميك اب الخريفي، سواء الألوان، الموديلات، المواد المستخدمة، التكنيك المستخدم واللي بيناسب كل بشرة على حدة. صارت معنا ضيفتنا خبيرة المكياج الأستاذة بتول الطرابلسي لتخبركم سيداتنا كل التفاصيل. صباح الخير. صباح. أهلا وسهلا فيك. صباحك. أهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني نحنا شفنا بالفترة الأخيرة إنه رايحين شوي على الميك اب الناعم، على الميك اب يعني ميك اب نو ميك اب. اليوم هلا على الشتوية وبلشنا خريف وشتوية، شو أكثر الألوان يلي عم بتكون تريند 2024 حتى 2025 رايحين فيها؟ تماما. هلا هي الألوان يلي عم تكون أكثر شيء هلا هي ألوان النيود اللي بتبقى كتير هادية، بس لسه لهلا دارج يعني الخريف 2024 لهلا لسه الأزرق موجود. الزهر الأخضر مثلا هدول كتير موجودين لساعتهم، يعني حيكملوا معنا طبعا. ميك اب العين. تماما. ميك اب العين هاد. حلو. تماما. حتى صرنا عم نحس ما عاد في شيء صيفي شيء شتوي. لا لا ابدا. على فكره صح. حتى بالتياب حتى بديكور البيت فما بالك بالمكياج. لكن في كتير سيدات بتقلك دخلنا على البرد يعني ترابيات، خبرينا عن الألوان الترابية مكملة معنا بالشتاء؟ تماماً. أكيد أكيد ما فينا نتخلى عنها، خاصة للبشرة السمراء أبداً يعني لازم تكون موجودة. حتى هلأ الألوان الأحمر كل درجاته اللي هي الأحمر البوردول، الأحمر القرمزي منقول عنه نحنا، الأحمر الكرزي، التوتي، الأحمر الداكن، هدول كلهم كافيين معنا صبح ومساء، سهرة وغير سهرة، اندور أو دور. هدول كتير حيكونوا تريند. بس بتدرجات معينة. بتدرجات. ما فينا الأول نحط أحمر وبوردو ورايحين الصبح عشان. لا أكيد لا. فينا بدمج بطريقة كتير حلوة وناعمة يعني أكيد طبعاً. تمام. طيب أكيد لون الميك اب بيختلف يعني من صبية السمراء للصبية البيضاء للصبية الحنطية، كمان بيختلف من لون العين بلون العين من صبية لتانية. تمام. فاليوم كيف نحن بنقدر ننسق هي الألوان اللي حضرتك عم بتقولي عنها مع ألوان بشرتنا؟ هلأ تماما. هلأ البشرة السمراء دائما بنروح لنا للألوان النيود، الذهبي، النحاسي، البني، منروح لهيك ألوان. وإذا حبينا نجرق لها للبشرة السمراء ممكن نحط لها الألوان يلي هي البنفسجي كتير هاد ممكن بيلبق لها. بس طبعاً التدرجات عم نقول إحنا أكيد من اللون بحد ذاته يعني هلأ الميك اب كتير صار متوسع، صار اللون الزهر فيه منه 20 لون صح. وعشرين درجة صح. عنا نحن البنات ايه تماما. عنا الشباب كلهم زهر. لون لون زهر واحد. ايه تماما. عند الشباب خلص هاد زهر. ايه تماما. لا انه هاد بيختلف عن هاد طبعا. تمام. ايه والالوان القوية كمان الاخضر يلي بيلبق للبشرة السمراء، والازرق كمان هدول كثير بيلبقوا للبشرة السمراء. هلأ البشرة البيضاء دائما منروح نحن للالوان الفاتحة والزاهية لانه فورا بيبين علي. تماما. يعني خاصة ايام بتكون أحياناً إنه البيضة البشرة البيضة بتكون عيونها ملونة، فبالبقى لها هي الألوان الزهر يلي بتجي كتير، مثلاً بالبقى لها الألوان الأحمر فوق عينها كمان كتير حلو. في كذا لون ممكن بيلبق لها، بس أكتر شيء بيروح للألوان الزهر. بس حسيتك الزهر الوردي هيك. حسيتك كخبيرة مكياج ميالة للصبية اللي بشرتها سمراء أكتر، يعني بتحسي إنه بيلبق لها مكياج أكتر، بتحسي إنه أنت كميك أب أرتست
ترتاحي بتشكيل الالوان على وشها؟ تماما يعني تمام. احساسي صح كثير صح. ايه حتى انتم يمكن بالفون بتسمروا شوي البيضه هلا حسب الطلب والله مو على طول يعني هي مو قاعده دائما انه انا بقدر اسمرها للصبيه ابدا يعني بس في منهم بيطلبوا بحبوا هذا الشيء انه انا لو سمحتي بدي الكونتور واضح اوكي تكرم عيني كذا ايه عادي هي ساعتها لطلبها هي بس انا برتاح بالصبيه السمره اكيد تمام اكيد يعني بتأبدعي صراحه اليوم احنا كصبايا يعني عن جد صرنا عم نشوف انت عم تحكي عن الوان تعتبر قويه يعني وقت نحن عم نحكي عن احمر واخضر وازرق وبوردو فهي الوان اوريدي قويه طيب صح قد ايه مهم انه نحن نوازن يعني وقت نكون مقويين العين نخفف الروج وقت نكون مقويين الروج نخفف العين هل هاد بعده مكمل ولا لا نحن فينا مثلا نكون العين قويه والروج قوي جدا ولا لا في معايير جديده او على موضه 2024 2025 هلا لا ليكي حسب كل صبيه في ايام ملامح بيلبق لها انك تقوي لها في ايام ملامح صبيه ما بتقدري يعني اجباري بدها تكون صبيه كثير نعومه مثلا ما فيك انت تقوي لون الحمره ما فيكي بس كاساسيات ميك اب ل 2024 2025 كمان كمان عم اقول لك انه انا ما بقدر اقوي لها للصبيه بس هن الاساسيات هلا كميك اب مثلا انه عادي الصبيه فيها اي شيء ممكن احط لها بس انه انا كثير بنصح الصبايا عرفتي انه لا انه هذا الشيء ما بيلبق هذا الشيء كذا يبحاول القدر الامكان تكون راضيه الصبيه هلا مو كلهم بصراحه مو كلهم يقتنعوا يعني في منهم لا انا بدي هيك خلص شايفه على الانستغرام ريل بتكون ايوه بدمتله بدمتله بدنا نطبقه تمام اوكي ايه بعمل لك رسمه العين هيك بس بجوز ايام ما تنبقى عملت الترند الهندي ولا لا ما قدرتي لا والله بس عملت الترند الغزال ترند الغزال تمام والله انا ما شفته لسه هذا ترند الغزال كثير حلو يلا طب طالما عم تحكي عن ترند الغزال وترند الهندي في اضافات بتضيفوها كخبراء مكياج وتجميل على وش الصبايا اللي هنن الرموش اللاشز الاكستنشنز ما بعرف شو بتحطوا كتير قصص درجة رموش طويلة رجعت شفنا رموش قصيرة رجعنا شفنا بزاوية العين بال 2025 شو الترند؟ تماما هلا الترند الرموش الكثيفة بصراحة بس أنا دائما كمان بنصح الصبايا اللي شكل عيونهم ما بيلبق الرموش الكثيفة عيونهم بطنة مثلا مستحيل ما بيلبق لها يعني هلا كمان طالع في شيء اسمه الرموش مثلا الآخر العين هدول كمان كتير مناسبين للعيون المبطنة مثل ما قالت يعني ما فيني احط لها من اول العين لاخره كثيف يعني بتطلع البنت مغمضه بصراحه يعني بتطلع عينها ما في يا دوب مفتوحه ما بتقدر ما يعني ما بيحمل هذا الشيء بصراحه فدائما يعني بنصح بس بيلبق لسهره اكثر هلا حتى لو سهره ايام ما فيني احط لها اذا كان ما بيلبق لهذا الشيء بس هو ما له ترند لا مبلا ترند اكيد اوكي تماما يعني انا بحسها من القصص اللي عن جد صارت كثير ترند وصاروا كثير من الصبايا عم يمشوا مع هذا الترند ملكه للبعض طيب بهذا الجو بشرتنا عم بتكون جافه كلاتنا عم نعاني من هذا الموضوع وخاصة بهذا التوقيت من السنة لأنه تبدل فصلي وهذا الشيء الطبيعي طب اليوم أنا وقت دي حط الميك اب كيف بدي حافظ عليه على أطول فترة ممكنة بميك اب نظيف وبنفس الوقت البشرة تكون نظيفة إذا فينا نقول مرطبة تماما هلأ نحن أهم شيء من أساسيات الميك اب أنك أنت تحضري بشرتك بطريقة كتير مناسبة يعني هلا مثلا مثل الصبيه في ايام بشوف صبايا مثلا بيغسلوا وشهم ويلا بيتجن هيك يعني فرق في تربه ليش طبطبي يعني خلينا نكون بالعاميه طبطبي على وشك طبطبي هو هذا وجه يعني ما بدك لقد تعم فيه يعني كثير رقيقه تماما هلا الصبيه مثلا فيها بعد هيك مثلا تحط مرطب المناسب لبشرتها كانت دهنيه مختلطه جافه المرطب المناسب وبعدين فيها تحط البرايمر كثير اساسي انا يعني بلاقي بالنسبه لي بيصغر المسام يلي عن جد هو يعني بس تحطي بيعطي لون متجانس ومتوحد بشكل رهيب يعني كثير حلو على البشره تمام واهم شيء قوام الكريم ما يكون ثقيل كريم الاساس يلي هو الفوند ما يكون ثقيل ابدا بالعكس لانه الكريم الاساس الثقيل بيعطي بقى على الوش بعد ساعه طبعا ساعتين واهم شيء نحط طبقه بودره كثير خفيفه البودره الشفافه كل الصبايا اكيد بيعرفوها لوس باودر تماما أوكي. طبقه كثير شفافه نحطها يعني كثير خفيفه يعني ما تكون مبينه حتى تماما
يعني فينا نقول انه احنا ما نروح على الاوفر كثير بالميك اب، نحن بدنا نحاول نقدر الامكان نكون رايقين، وخاصه اذا طالعين يا جماعه على الجامعه وعلى الشغل والصبح، فما في داعي لهي الاوفر الزايده. بتعرفي شو صرت عم حس؟ انه عن جد الناس عم بتحب الوش الطبيعي، قد ما عملتي للشيء الناتشرال قد ما كان شيء مفضل واحلى. تماما واوفر بصراحه كمان. واوفر سيدتي، شكرا لوجودك معنا، شكرا كثير، يعطيك الف عافيه. يسعد صباحكم عن جديد. صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا اليوم. عم نعمل اوزي برجر بالدجاج. حضرنا الدجاج، تتبيلة الدجاج بالفقرة الأولى، وعملتهم قليتهم تحت الهواء. ومثل ما قلت، الأفضل أنه استعمل الدجاج أو اللحمة سواء شو عم استعمل منهم، وهن مستويين أضمن، لأنه هلأ لما رح نفوت العجينة على الفرن ممكن العجينة تستوي فورا وهي ما رح تاخد وقت طويل، لأنه رح حطها على حرارة 200 بقلب الفرن لحتى كمان عندي العجينة تضل طرية. فمشان هيك الأضمن أنه يكون الدجاج أو اللحمة مستويين. بلشت أفرد حبات العجين، بفردها شوي كبيرة، بعدين رح بلش حط الحشوة. عندي هون كاتشب، طبعا فيكن انتو تحطوا شو ما بدكم، مثلا صوص باربيكيو، شغلات تانية. رح حط شوية مخلل. قبل المخلل خليني حط جبنة موتزاريلا. انواع الاجبان فيكن تتفننوا فيها، يعني هاي الحشوة بترجع لكم. رح حط شوية مخلل، بعدين قطعة الدجاج الجاهزة اللي حضرناها مع بعض، بعدين رح ضيف عندي هون حبة بندورة أو شريحة بندورة، بصل إذا بتحبوا البصل كمان هيك قطعوها شرائح وحطوها، يعني نفس المكونات اللي منحطها بالعادة للبرجر. هلأ بقيان المايونيز، بس قبل المايونيز أنا في عندي نوع تاني من الجبنة، الشيدر اختياري يعني هي، بعدين آخر شي رح حط المايونيز. هلأ الخس، بعد ما تستوي حبات البرجر رح افتحهم وبعدين حط بقلبهم الخس. الخس مو طيب انه يتعرض لحرارة بالفرن، بس بعد ما يستووا اكيد يا اما بتقدموها معاها او بتفتحوها بالنص او من طرفها وبتحطوا فيها قطعة الخس. اكيد بدي سكرها كتير منيح من تحت، مشان هيك قلت لكم مدوا العجينة تكون شوي كبيرة لحتى تساعدكم وما تطلع المكونات منها. هلأ هون مثل ما قلت أنا الفرن شغال على حرارة 200، رح ياخدوا تقريباً 20 دقيقة، 18-20 دقيقة. بس هون في قبل ما فوتهم على الفرن في آخر خطوة رح نعملها مع بعض، رح حاول قربهم هدول. رح ادهن عندي صفار بيض. هلأ صفار البيض أنا ما خلطته بشي، ممكن تخلطوه بشوية حليب، ممكن بشوية كريمة، ممكن مي مع خل اللي بدكن ياه، وممكن تضربوه كتير منيح وبعدين تدهنوا فيه الوش. اكيد رح تعطيني رح يعطيني صفار البيض لون كثير حلو للمعجنات بشكل عام. بعدين عندي هون سمسم ني، رح حط على الوش. السمسم لازم يكون ني لحتى، لانه اذا حطيته محمص بقلب الفرن ممكن ياخذ لون غامق او يعني يحترق، فالسمسم الني رح يتحمص مع العجينه. اكيد انا رح كملهم، وبعد ما طلعون يا اما رح افتح من الطرف طرف صغير حط فيه شريحة خس، أو فينا نقسمهم بالنص كمان ونحط شرائح الخس. رح كملهم ورح تشوفوا النتيجة النهائية بآخر الحلقة، لأنه هلأ رح نرجع لعند ورد وهبة نتابع باقي الفقرات، وأنا برجع بلاقيكم بنهاية حلقتنا إن شاء الله. يا سلام، يعطيكي ألف عافية يا شيف، يعني المنظر مشهي من هلأ. هلأ عرفت شو يعني برجر أوزي. شكرا شيف. سلم إيديك. الله يسلمك. بعد عرضه كأول فيلم سوري بصالات السينما السعودية، أطلق الفنان القدير العملاق أيمن زيدان فيلم أيام الرصاص بدمشق كعرض أول في صالة الدراما ضمن دار الأوبرا. وشارك الفنان أيمن زيدان الافتتاح عدد من الشخصيات الرسمية والفنية، ويلي بدورهم عبروا عن سعادتهم بعرض فيلمه وبقائه على هرم الدراما والسينما السورية. 100% يا ورد، وتميز هذا الفيلم كمان بقصته والموضوع يلي قدمه، فكان مختلف جدا يا ورد عن الأفلام يلي قدمها الفنان القدير أيمن زيدان سابقا، وغالبا حيكون متاح للجمهور بصالات السينما بموعد حيتم تحديده لاحقا. أكيد خلونا سوا نشوف كيف كانت هيك أجواء العرض بشكل سريع بالتقرير القادم لزميلتنا يارا قصوري.
اولا هذا الفيلم لا يتناول الحرب، يعني تجري احداثه ما بعد الحرب. الشيء الثاني كان همنا اجتماعي فيه، دخلنا الى نموذج كان رجل امن احيل للتقاعد، عندما دخل الى بيته واسرته اكتشف اشياء غريبه لم يكن قد احس بها، وعندما خسر مكانته بدا يبحث عن مكانه بديله، فاعترف بجريمة قتل لم يرتكبها. هذا النموذج كان بوابة لتدخلنا لمصير عائلة، مصائر أشخاص مقهورين بحياة قاسية. وبأمل أنا في النهاية، يعني عندما أسدلت الستارة في اللحظة الأخيرة من الفيلم، بتمنى أنه تنفتح الستارة على حياة أكثر رحابة، أكثر أمل وأقل قسوة إن شاء الله. ممتعة جداً، يعني هي تعتبر الأولى احترافياً إذا ما نحكي، على كون المجموعة اللي مشتغل معها الأستاذ أيمن، الأستاذ ناصر ركتا وحازم والكل موجودين، أني أصدقاء بالنهاية، فما كان في أي مشكلة كتجربة أولى أو تجربة عاشرة. هي الشيء الحلو اللي كان بالتجربة هي لقائنا أكثر شيء، المزاج العالي اللي عم نشتغل فيه، الهدوء، الرواء، واهم شيء انه نحن عم نقدم كلمه نظيفه وحلوه وحقيقيه. بقول له يعطيه العافيه، هو مثل ما قلتي استاذ كثير كبير، عمل فيلم كثير مهم، فيلم بلامس الروح، متكامل، يعني جهد واضح اخراجا وتمثيلا. يا رب هيك دائما نشوف تجارب حلوه وافلام حلوه، لانه نحن بحاجه بصراحه لدعم السينما السوريه. بصراحه كانت مهمه كثير بالنسبه لي، يعني فيلم روائي طويل، تعاون اخراجي مع الاستاذ ايمن، مدرسه كثير كبيره. نحن لما بنلتقي بهيك اعمال فورا تروح موضوع الاب والابن وما الى ذلك، لا نصبح على جدال مستمر لتقديم صورة بصرية أفضل لمعالجة الموضوع بشكل، وأنا بستفيد منه كثير بهيك تجربة. وبظن تعرفوا يعني أنا أصلاً دارس إخراج وعندي هي الرغبة وعندي تجارب احترافية، وهذا الفيلم عمره سنتين، يعني ثلاث سنين حتى تقريباً صار على تصويره، فهلأ انعراض الحمد لله، منيح أنه انعراض، لازم أنه هيك يعني بلش قدرانين السوريين شوفوه على اعتبار أنه هو انعراض بالسعودية أولاً. الفيلم الحقيقة ممتع، أنا كثير استمتعت فيه، أنا بشوفه أول مرة كامل، ممتع الفيلم جداً، عم يحكي حكاية كثير مهمة وكثير مؤثرة إلى علاقة بمنعكسات الحرب اللي مرت على سوريا والتداعيات اللي صارت بالمجتمع عند الناس والتغييرات. للأمانة فيلم جميل ممتع، الأستاذ أيمن متألق بالتمثيل ومتألق بالإخراج. بصراحة يعني ليكي السينما أكيد غير الدراما، وخصوصي هذا الفيلم هيك له حالة خاصة، بما أنه هذا أول فيلم أنا بشتغله، أول مرة بوقف قدام كاميرا كانت على عند كاميرا الأستاذ أيمن زيدا، فإله هيك حالة خاصة. بحبه كتير، بحب هذا الحب وهذا الشغف اللي كان موجود بالكاست بشكل عام. وبصراحة نحن كان لنا ثلاث سنين ناطرين هذا الفيلم وأخيراً عرض. أول شيء بدي أقوله للأستاذ أيمن ألف مبروك على العمل، ويعطيك ألف عافية لك ولكل الكادر الفني. للأمانة يعني الفيلم يستحق المشاهدة، ناضج مبين، الخبرة واضحة فيه، إنه في حدا عنده كم من الخبرة مقدمة بهذا الفيلم السينمائي. أكيد مع وجود شباب اللي هن رفقاتنا أكيد مبروك كتير، ويعني نحن دائما بحاجة كل فترة وفترة لهيك عمل هيك تغسلي عيونك مثل ما بيقولوا. والله أنا اليوم يعني فخورة بالفيلم وفخورة بأنه قام مثل الأستاذ أيمن بهذا العمر الفني، يعني وبهذا المنتوج فيلم سينمائي بيطير العقل، وبهي المرحلة وبهي الأوقات الصعبة أنك تحضري فيلم تستعرضي فيه 10 سنين لورا شريط من ذكرياتك، من مآسي، من أفراح، من لحظات، كتير فخورة وكتير يعني هيك حبيت وكتير لامسني.
يسعد صباحكم عن جديد. يمكن دوما بنحكي عن كل أعضاء الجسم بفقراتنا الطبية، ومنحكي أيضا عن الصحة الفموية. من أكثر المشاكل الصحية ألما وإرهاقا هي اللي بتتعلق بالفم والأسنان. بيقولوا وجع السن يعني ما بيضاهي وجع، وبحس الواحد حاله إنه ما عم يعرف شو بده يتصرف لما لسته أو أسنانه توجعه، ويمكن شوي صغيرة بيصير راسه يوجعه، يمتد الوجع لباقي الأعضاء. هذا الموضوع ناجم عن تراكمات لوقت طويل بقلة العناية الفموية، وخاصة العناية باللثة. تماماً 100% يا ورد. في كتير من الأشخاص مو قلة بس عناية، هن بخافوا أساساً يروحوا لعند دكتور الأسنان، ولكن بالفعل وجع السن أو وجع الضرس من أكثر القصص يلي لا تحتمل أبداً. ولكن ممكن إذا كنا عم نحاول نروح لعند دكتور شاطر أو عم تحاولوا تتوجهوا لعند الاختصاصي الشاطر، ففعلاً بتكونوا بين أيادي أمينة. أكيد رح نحكي أكثر عن مشاكل الأسنان، وبالأخص المشاكل المتعلقة باللثة والالتهابات. للأكيد معنا لليوم بالاستوديو الدكتور علاء الشويكي، اختصاصي بطب الأسنان وجراحة، لحتى يعطينا معلومات دقيقة عن الموضوع. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحك. خلينا بالبداية كمدخل لفقرتنا نحكي عن اللثة، عن أهميتها، مكانها بالفم والأسنان، وأهم الأمراض يلي بتصيبها. هلا أول شيء ورد، إحنا بنعرف اللثة. اللثة هي نسيج ضام رخو بحيط بالأسنان. الأسنان تقع ضمن الفم، موجودة ضمن النسيج الصلب هو العظم، وبحيط فيه نسيج الرخو اللي هو اللثة. هو نسيج رخو بحيط بيلتصق بالعظم الفك وبالأسنان. هلا إذا بنحكي عن انحسار اللثة نعرفه هو انزياح اللثة عن السن وتطاول بالأسنان، وهذا الانزياح ممكن يكون موضع، ممكن يكون معمم. يعني ممكن يكون الانزياح على سن واحد، ممكن يكون معمم على أكثر من سن. وإذا بنحكي عن العوامل اللي أشياء العوامل اللي تؤدي لانحسار اللثة، ممكن نقول العامل اللي كتير بيصادفنا وهو بيكون يعني عند كتير عالم، هو الترسبات الكلسية اللي بتحيط بالأسنان. الجير المسمي. الجير الجير هو هذا الترسبات هي الكلسية، وخاصة بالأسنان السفلية بنلاقيها، بنلاقيها على سطوح اللثة، دائما على حواف اللثة المحيطة بالأسنان. تراكمها بشكل كبير ممكن يؤدي لالتهاب باللثة، لأنه البكتيريا الموجودة ضمن هاي الترسبات ممكن تؤدي لحدوث التهاب اللثة، والالتهاب هو اللي حيؤدي لانحسار. لأنه الالتهاب بشكل جيب باللسة بيؤدي لانحسار لسة إذا أهمل العلاج. دائما نحن نحاول ونركز على إزالة هاي الترسبات، وهي ضمن مراجعة دورية، يعني لازم كل كم شهر نزيل هاي الترسبات. وهي بتختلف من شخص لآخر، ممكن هاي الترسبات تكون خفيفة أو كتيرة، طبعا في عوامل لإلها. من العوامل الثانية كمان نحكي فيها هي التدخين، لأنه التدخين هو رح يزيد هاي الترسبات. بعد التدخين وقت بيزيد هاي الترسبات، وهي الترسبات فيها بكتيريا بتؤدي لالتهاب اللثة مثل ما حكينا. إضافة إنه التدخين بيعمل الوسط الفموي بيئة خصبة لوجود البكتيريا ولنمو البكتيريا اللي بتؤدي لالتهاب اللثة. ومن العوامل المسببة للانحسار أو مشاكل اللثة هي العوامل الوراثية ورد. يعني نحن فينا نقول إنه العوامل الوراثية بتلعب دور كبير بموضوع التهابات اللثة. وتكون عند المريض قصة مرضية لأحد من العائلة عنده التهابات لثوية الأب أو الأم، فهو مؤهل أو في عنده احتمال أكبر لحدوث مشاكل. يكون في تاريخ مرضي. تمام، يكون في تاريخ مرضي. كمان نحن عنا موضوع الاضطرابات الهرمونية. يعني هي بترافق، خاصة نحن إذا نضرب مثال النساء، يعني النساء أثناء الحمل بيكون عندهم تغير بالهرمونات. هذا التغير الهرموني ممكن يسبب ضخامة باللسة، ممكن يسبب لسة حساسة نازفة معرضة للالتهاب. عشان هيك لازم الاعتناء يكون فيها مضاعف فترة الحمل أو فترة انقطاع الطمس. كمان هي من الفترات اللي يكون في تغير هرموني، وصول سن الحكمة، فبتصير السيدة أكثر عرضة لانحسار هرموني. تمام، هناك علاقة كمان بين انحسار اللسة والعمر. يعني العمر فينا نقول هو يعني كمان بنلاحظ كثير بالعياده، براجعنا الاعمار المتقدمه هن الاكثر عندهم انحسار. يعني حسب اخر الدراسات 88% من الاشخاص اللي بعمر فوق 65 سنه عندهم انحسار لثوي على سن واحد على الاقل. ما نحن كثير بنلاحظها، يعني واهمال علاج الانحسار ومعالجته بوقت مبكر ممكن يؤدي لفقدان الاسنان. تمام، يعني نحن عندنا هاي الاسنان وهون اللثه، الانحساره يعني بتنزل بتطول السن. تمام، اذا كنا نحن عم نحكي عن الفك السفلي،
فبيظهر جزء من السن ما لازم يظهر. ما لازم هو اللي هو الميلات اللي احنا بنسميه، يعني بصير عندنا بزيد الحساسية، بصير في ألم بالأسنان. بصير إذا أنت عم تشرب مي باردة أو عم في لمعة، تمام، ممكن نضطر لمشاكل، يعني ما ممكن نعمل له علاج محافظ هلا رح نحكي، ممكن نلجأ آخر شيء للألم الحين نحن ما لازم نوصل له، ما بدنا نوصل له. من العوامل طبعاً اللي بتأثر على موضوع الانحسار اللثوي، حكينا على العوامل المرضية البكتيرية، ممكن العوامل الميكانيكية، يعني في عادة سيئة كثير، يعني أنا كثير بعتبرها من العادات أسوأ العادات بمجال طب الأسنان، هي كزع الأسنان أو الصرير الليلي. هي عادة يعني تصير باللاوعي صراحة، الصراحة هي بسبب هاي الظروف اللي عم نمرق فيها، هي بسبب التوتر. صحيح، كثير عم يراجعني بالعيادة مرضى عندهم كز وصرير بالأسنان، هذا الكز له مشاكل أو اختلاطات عديدة، يعني ممكن بدنا حلقة كاملة لحتى نحكي عنه، بس احنا نقول احنا ارتباطه بموضوع انحسار اللثة، هالرد الميكانيكي والضغط اللي عم يصير على الأسنان بتجنب غير محمول أو غير لثوي، انحسار باللثة. هي ممكن نقول لخصنا أهم العوامل الأسباب، لا هي لساتنا بانحسار اللثة لسه غير أمراض. تماماً، يعني من أكثر المناطق اللي أنت إذا توجعت فيها بالفعل بتولول، يعني تماماً من الأسنان ألم شديد. تماماً دكتور، مثل ما ذكرت ببداية حديثي إنه في كثير من الأشخاص بيخافوا يتوجهوا لعند دكتور الأسنان، بيقولوا يلا بعده الألم محمول وما بدي فوت بقصة وأطلع بقصة، يعني بيكابروا على الوجع وبيكون في يعني تبعات لاحقة نحن ممكن ما نكون حاسبين الحساب، بس لأنه نحن نخاف نروح لعند دكتور الأسنان. طيب دكتور، شو الأعراض يلي أنا ممكن حس فيها؟ أنا خايفة أروح لعند دكتور الأسنان ولكن في أعراض عم تجيني، شو هي الأعراض اللي ممكن حس فيها ممكن تنبهني إنه أنا بلش عندي موضوع انحسار اللسة وممكن أنا يوصلني لقصص أنا ما أتحملها من الألم؟ تماما، في كتير أعراض أو علامات هي بتشير وبتدل على موضوع إنه وجود التهاب أو انحسار. احد هاي الاعراض اللي بتدل على مشاكل باللثه هي اللثه الحساسه النازفه، يعني بنلاقي كثير مرضى بيجي بيقول لي دكتور انا اول ما احط الفرشاه عم ينزف اللثه او اي شيء عم يدق باللثه عم تصير نازفه. هي من العوامل اللي هي بتدلنا على انه ممكن حدوث التهاب باللثه، مثل ما انه هو الالتهاب هو اللي بسبب الانحسار، لانه الالتهاب هو بشكل جيب باللثه. من العوامل او العلامات المبكره كمان او اللي بنلاحظها ممكن بالبيت هي موضوع إذا بدنا نحكي تغير لون اللثة، اللون اللثة الطبيعي هو اللون الزهري الفاتح، اللون الوردي، فتغير لون اللثة للون أحمر غامق أو للون أزرق ممكن هو كمان دليل لهذا الموضوع، وانتفاخ اللثة وضخامة لثوية عند بعض الأسنان كمان هي دليل على وجود التهاب لثوي. يعني إحنا بس حسينا بهي الأعراض فورا نتوجه لعند الدكتور، خلي هو الأدرى كيف يقيم. تماماً. وبعض العلامات كمان الموجودة كمان وجود رائحة فم كريهة، يعني هي كمان كمان دليل على وجود التهاب باللثة. وفي أعراض ممكن كمان نحن نلاحظها هي بمراحل متقدمة، يعني بعد الالتهاب ورد بصير الانحسار، يعني احنا بنلاحظ تطاول الاسنان، يعني بيرجعنا المريض طول السن، الدكتور السن عم يطول، لا هو ما طول، هو عم يطول، هو لسه عم يتحسرت، بيبين انه السن اطول من مجاوراته. تماما، معناتها دكتور اذا صار في التهاب بالسن بتنحسر اللثة، اذا صار في نخر عنقي مثلا ممكن تنحسر اللثة، صار في مشاكل رد ميكانيكي مثل ما حكينا بتزع الأسنان. تماما، ممكن يكون اذا رحنا عند دكتور ماله كثير شطور او انه ما كثير اهتم وعملنا حشوه والحشوه مالها حواف ناعمه مالها مستويه مثلا مع السن كمان طبوغرافيا تبعها ممكن تحصر اللثة، ممكن تسبب تراكم بقايا طعام او تراكم بكتيريا ممكن تسبب تؤدي لالتهاب. طيب شو الحل؟ كيف بتقيم التهاب اللثة وانحسارها بالتالي، وكيف التدبير الأمثل؟ شلون بتبلش علاج دكتور؟ هلأ نحن بالنسبة لعلاجات المشاكل اللثوية والانحسار اللثوي هي علاجات فينا نصنفها نوعين، علاج محافظ علاج جراحي. نحن دائما مفضل نكون ضمن العلاج المحافظ اللي هو نحن ممكن نجري مثل ما قلنا إزالة الترسبات الكلسية، جلسة سكيلينج، إزالة القلح اللي احنا بنسميها بالفصحى، فهي إزالة هي الترسبات والعناية بهذا الموضوع، وإضافة لوصف المضامد، وصف الأدوية مضادة الالتهاب والتزام بتعليمات الطبيب ممكن فعلا نشفي الحالة. يعني ممكن بعد أسبوعين ثلاثة نلاقي أنه لسه المنحسرة رجعت لوضع الطبيعي. وأيضا أن علاج المشاكل الالتهابات اللسة يعني هي كتير مهمة موضوع علاج المحافظ، يعني نحن دائما نفضل أنه نكون نحن ضمن العلاج المحافظ. المضامد لفترة طويلة ما بتأذي اللسة دكتور؟ لا، المضامد اللي بتكون ضمن تعليمات الطبيب وبعيارات محددة طبعا ما بتأذي، هي لازم تكون عادة فينا نقول شبه يومية. هي المضامد تحافظ على البيئة الفموية،
سليمه وبيئه فمويه ونفس منعش. تمام. طيب دكتور، في اشخاص عن جد ممكن انه تهمل وما تروح لعند الطبيب، او ممكن تروح لعند الطبيب بمراحل جدا تكون متقدمه وهي عم تكون بالفعل اذت اسنانها واذت لسه. أنت نحن او حضرتك كطبيب بتحول الحاله للجراحه او حتى للقلع؟ هو هذا اللي نحن ما بدنا نوصل له، يعني نحن بنحاول دائما انه يكون العلاج محافظ، بس نحن وقت بنوصل لمراحل متقدمه بصير انحسار شديد ممكن نلجأ للعلاج الجراحي. العلاج الجراحي هو بيتضمن عمل شيء اسمه طعوم لثويه، يعني نحن ممكن ناخذ لسه من مكان ممكن اغلب شيء بقبه الحنك، ناخذ هاللسه ونحطها مكان الانحسار. تمام. ونخيطها ونحط عليها جبيره ممكن تلتئم وتعالج لي هذا الموضوع. بس نحن بنحاول دائما ما نوصل للعلاجات الجراحيه، بنحاول دائما العلاج المحافظ، الكشف المبكر عن هذا الموضوع، التخلص من موضوع الفوبيا الصراحه بزياره طبيب الاسنان. يعني اي مشكله صغيره ممكن كلنا كان عندنا هي الفوبيا، يعني هي الفوبيا بنحاول نخلص منها ان شاء الله. يعني انه دائما الزياره اللي هي المبكره هي بتوفر على المريض الالم وبتوفر عليه اعباء ماديه. تمام. طيب دكتور، بدنا نحكي شوي تجميليا للثة كمان، طالما اليوم فقرتنا الطبية كلها عن اللثة. كثير بسمع بحالات قطع لثة، كثير بسمع بحالات شو اسمه تجريف لسة او اعادة لونها الاصلي. اذا كان عندنا تصبغات على اللسة بتتبيض او بترجع للونها الطبيعي الوردي؟ تمام، ممكن ينعمل توريد للسة، يعني احنا ممكن باجراء معين نقشط طبقة من اللسة ممكن اللسة تتلون بسبب التدخين، ممكن نسميها لسة نيكوتينية، ممكن عوامل وراثية، ظبوط الميلانين ضمن اللسة بتؤدي لتلون اللسة. بقى نحن ممكن نلجأ لتوريد اللسة، ممكن نلجأ لتجريف عميق للسة، يعني ممكن نحن تحت التخدير نفتح اللسة ونجرف عميق مشان نحن نزيل كل الترسبات او كل المشاكل ممكن تؤدي لبكتيريا باللسة والتهاب وبعدين نخيط. هي من الاجراءات اللي ممكن نشيلها. وعندنا كمان موضوع انت نوهت لموضوع الجام سمايل وردي، هي ابتسامه اللثويه، هي بنرجع فيها لقص اللثه باغلب الحالات. يعني نحن وقت بنجمل الابتسامه للمريض نعمل له تصميم الابتسامه ممكن نرجع لقطع اللثه. هو اجراء بخافوا منه المرضى، مع انه هو اجراء جدا جدا بسيط، ممكن يتم بالطريقه التقليديه بالشفره هو اجراء غير مؤلم ابدا، أو ممكن بالليزر يعني بكل الاحوال تحت التخدير. وهلا عم نرجع بديل عن قطع اللثه بالابتسامات اللثويه ممكن حقن بوتوكس العضلات، ممكن العضله انه ترتخي ما عاد تتشد تتوتر وقت الابتسامه، وهي مشكله تجميليه مزعجه صراحه. تمام. طيب دكتور، كرمال ما نوصل لكل هي المراحل يلي نحن عم نحكي عنها والتهاب اللثه ونوصل للعمليات الجراحيه وحتى للمعالجه، يعني نصائح من حضرتك كطبيب اسنان لكل الاشخاص يلي عم بيتابعونا لحتى نحافظ على الصحه الفمويه باستثناء زيارة طبيب الأسنان اللي هي لازم تكون بشكل دوري؟ يعني تماماً، أنت خايفة من زيارة طبيب الأسنان؟ يعني أنا كنت خاف منها، أنا كنت خاف منها، وفي كثير أشخاص صراحة كثير بيطنشوا أسنانهم لأنه هن بيخافوا، بس أنا لا بطلت خاف. الحمد لله الحمد لله. أنا دكتوري كنت أقول له مرحبا دكتور صاحي بكرهك، بس أنا مضطرة أخذ موعد. إيه مضطرة عن جد مضطرة. يعني هي زيارة عن جد بتكون هي علاقة اللي بتنشأ بين الطبيب والمريض أو الراحة النفسية للمريض، هي كثير عامل مساهم بإنه القضاء على الفوبيا الموجودة. تمام. النصائح بدنا نوجه نحن نصائح للمرضى، هي اهم شيء العنايه الفمويه اللي هي دائما نحن ننصح فيها، زياره الطبيب، ازاله الترسبات الكلسيه، ازاله العوامل اللي بتؤدي لالتهاب اللثه، ممكن كمان نحن علاج الاضطرابات الهرمونيه، علاج الامراض اللي جهازيه اللي ممكن تؤدي لللثه، يعني نحن مثلا ممكن مريض سكري نحن يكون عندنا العنايه فيه مضاعفه، لانه نحن بنعرف مريض السكري هو مريض مناعته منخفضه، يعني قدرته على شفاء الالتهابات والجروح منخفضه عن باقي الاشخاص، فلازم يكون عنده العنايه مضاعفه، زيارته للطبيب مضاعفه، ما نحاول ما يتشكل عنده اي التهاب لللثه. ودائما نحن بننصح بالزياره الدوريه مثل ما حكينا، وننصح الاهل دائما بالانتباه للاطفال، يعني العنايه بالاسنان بتبلش من الطفل، يعني بننصح الاهل دائما اي عاده سيئه عند الاطفال ما نفرش بشكل جائر، ما نفرش بشكل جائر، لانه يعني تفريش بشكل جائر او تفريش بشكل عنيف، استخدام فرشاه غير مناسبه لللثه، فرشاه قاسيه او ممكن يؤدي كمان لمشاكل لثويه. تمام. وممكن دائما نقول للاهل انه اكتشاف المشكله تمام. عند الطفل بوقت مبكر هو كثير عامل اضبط ما نروح متاخرين. شكرا لك دكتور، وبنتمنى الصحه والسلامه لك للناس. اهلا وسهلا، بتمنى نكون قدمنا هيك معلومات مفيده. ما شاء الله عنك. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك دكتور. اكيد نحن مكملين معكم بحلقتنا، ولكن حنروح لفاصل قصير وراجعين. يعني صار الوقت لنعرف حظوظنا وابراجنا وتوقعات الفلك، طالما الامر صار ببرج العذراء نحن الثلاثه من نفس البرج وانعكاساته على باقي الابراج. صباح الخير يا مدام. صباحك خير. صباحك بتضيق الساح اخيرا للعذراء. اخيرا دخل القمر على برجنا. الحمد لله. سيدة اوقاتكم ضلوا دائما بخير وايامكم سعيده. طبعا اليوم 27 اكتوبر، 27 تشرين الاول، تمنياتي لكم بالسعاده. واليوم الاحد
كواكبنا ما زالت في أماكنها، ما زال المريخ متقدماً في برج السرطان، عامل شوية متاعب للحمل الجدي، الميزان، السرطان على المستوى الصحي. أما بقية الكواكب فهي في برج القوس، الزهرة مثلاً في برج القوس، وعطارد إلى جانب الشمس في برج العقرب. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم عم تشتغل كتير بدون ما تنال مساعدات، ما بعرف اليوم بدك اهتمام يعني فيك بشغلك بعملك، لأنه في مسؤوليات طارئة، في انشغالات غالباً بهاتف أو بالزيارات. وتذكر إن لجسدك عليك حق، يعني إذا بتقدر ترتاح لك شوي اليوم، تبتعد شوي عن المضايقات النفسية بكون كتير منيح. اليوم كأنه محتاج الحمل المزيد من المعاونين على كلين، حاول تعتمد على كلين على ذاتك. برج الثور اليوم الأمور جيدة، لأنه اترك المجال لتناقش وتقنع محيطك بوجهة نظرك. اليوم الأمور جيدة، فيها إنجاز على الأرض على الغالب، في تفسيرات، في شرح، ربما في هيك قصص العلاقة بطاولة الحوار، ربما عم تناقش بعض القصص. هلا أنا بشوف الثور عنده نتائج امتحانات، أوراق، بيع، شري، شغلة بمؤسسات الدولة، كل واحد حسب وضعه طبعا، بس في شيء من هذا القبيل شاغله، مو اليوم بكرة، مو بكرة بعد بكرة. والحقيقة الأمور بالنسبة له بالمجمل إيجابية، ليسوي خلافات. الجوزاء اليوم عنده قلق أو ضيقة خلق، أو المحيط اليوم ممكن يستدرجك لشجار، حابب تتخانق أنت أو محيطك عم يتخانق معك وعم تعاند حيث لا يجب. هلأ برج الجوزاء أكد أكثر الناس اللي خرج تستثيرهم للشجار، وطبعاً بينسوا سبب الشجار بعد 5 دقائق. أنصحك بتحمل أهلك، أصدقائك، هاي الأيام أنت مستعجل، عصبي على الغالب، تتشاجر مع من تحب وتتغلب على أي إحباط. أنا بشوف اليوم ما نو سيء، بس يعني الآن أنت الآن شوي. برج السرطان الأمور جيدة لألو، خاصة أنه في فرج ممكن يكون من أقرب الناس لألك، في شيء بقضايا الأسرة شاغلك أو قضايا العيلة أو تغيير حتى بحياتك العملية. على فكرة أنا الشهر القادم بشوف برج السرطان عنده قصة ممكن بارك له فيها، سواء بتطور بحياته أو قصة العلاقة بكفاءة، العلاقة بارتباط، العلاقة ببداية عاطفية جديدة، تفاهم مع محيط ومصالحات وارد جدا. مولود برج الأسد عم تكتر موجات الصرف المفاجئ، رغم أنه الشهر أنا بشوفه يعني ما هو الأريح لسه، بدك لسه لثلاثة 11 لتبلش تدخل على الشهر الأفضل مالياً، بس كمان ما هو سيء يعني، بس حاول تخفف صرف، عم تتأجل مستحقات أو مكاسب. عموماً ما تصرف مالك على الرفاهية مولود برج الأسد، أنا أعتقد أن الأمور المالية هي اللي عم تخليك هاي الأيام مشغول أو عم تتعاطى بحكمة مع الآخرين. عزراء القمر ببرجه، فهي بكير، أجواء إيجابية، يعني نومك منيح، في بعض الضغوطات اللي عم تخلص منها، عم ترتب أمورك بحيث أنك منشغل بأشياء مهمة، احكي، تكلم عن مشاعرك، مشغول باتصالات، كرهان تضلك لوحدك، ما بعرف، حلول أو مساعدات، ربما أوقات جميلة، ربما أو أوقات ممتعة. هلا أنا بشوف الأمور جيدة لمولود برج العذراء اليوم، مشغول بأمور العلاقة باستعادة نشاط وحيوية. الميزان أنت اللي مكسل، ما بعرف ضايق خلقك، حاول أن تكون سرياً بالأشياء اللي عم تحكيها أو اللي عم تفكر فيها. أحلامك اليوم بعيدة المدى مولود الميزان، وربما تسير إلى تسوية بعض القضايا، كأنك تكره الاستغلال، ابتعد عن محاولات الإساءة، حاول إعادة تقييم خياراتك مرة أخرى. العقرب استقبل ودعا، يزور أو يزار، يوم جيد بالنسبة لك وإيجابي، خاصة على الصعيد الاجتماعي. ما بعرف إذا عم تتعرف على شخص ممكن يعمل لك سعادة، يكون في حواليه أخبار حلوة أو عروض مختلفة، ربما تفكر بسفر إذا على بالك، أو تعد لأفراح.
أنا بشوف العقرب كمان من أفضل الأبراج خلال 3-4 شهور القادمة، عم توضح آرائك وعم تكون سعيد مع من حولك. هلأ اليوم أكثرنا تعباً هو مولود برج القوس، مع أنه الشهر جيد، يعني الشهر كشهر هو شهر جيد جداً، بس اليوم وبكرة يعني غالباً في عندك نوع من أنواع المضايقات. سلطة تجعلك أو تجبرك على أنك تعمل شيء ما كثير بتحبه، بأم أب مديرك بالعمل، كلام أو نقاش، حاول تجتنب التسرع واغفر لنا أخطائنا، نحن الناس العاديين اللي بنغلط يعني طبيعي. كأنه ردات فعلك اليوم مو كتير محسوبة. مولود الجدي أحد الأيام الإيجابية لتفرض أوامرك، ليكون في عندك تغيير. تجمع اليوم برج الجدي بين المتعة والتسلية، عم بتضحي بوقتك للصالح العام وتصل إلى ما تريد. هاليومين يعتبروا الأفضل. لاحظ تليفونك ما عم بيوقف رن. مولود برج الجدي في لطف جواتك، في ثقة بنفسك، ما عم تتوقف عند عراقيل، بالعكس عم تغفر الأخطاء والعثرات. مولود الدلو اليوم كمان هادئ، عم يتصرف بهدوء خاصة بأموره المهنية، ماشي باتجاه خطوات نحو نيل ما يتمنى. عموما العمل اليوم بمقدمة اهتماماته، عندك أفكار قناعات عم تقدر تعطيها للآخرين، عم تمحو القلق عموما، القلق الماضي، تنال الإعجاب بابتسامتك، واليوم يوم جيد لك. اللي متعب شوي وحقيقة في نوع من أنواع الصدامات اليوم ومولود برج الحوت، يعني الأمور ليست في أفضل حالاتها. ما بعرف قدي لازم أنصحك ترفه عن نفسك، لأنه في شيء ممكن يأثر على أعمالك، أو في شيء من المشاكل عملي أو شخصي، أو حاول إعادة ترتيب علاقاتك بمن تحب. هلأ في أشخاص أنت ابتعدت عنهم، يمكن آن أوان أنك تسترجعهم أو تستعيدهم بهاي الفترات. كل عام وأنتم بخير لكل مواليد اليوم اللي عم يحتفلوا بعيد ميلادهم. مولود 27، مرح هذا المولود، محبوب شديد الحساسية. إذا تضايق منك من قصة ما رح يعاتبك، رح ينسحب من حياتك إلى الأبد. لا ينسى الإساءة ولا ينسى المعروف، كلامه موزون، محب للطبيعة، للحياة الريفية، صاحب قرارات حاسمة، حساس لكرامته، معطاء جداً للآخرين، روتيني ومسيطر ومسؤول. طبعاً سنة كثير مهمة بالنسبة له، وغالباً فيها نوع من أنواع التغييرات، التغييرات اللي ممكن تكون إيجابية. أنا بشوف هالشهرين ثلاثة، سواء بنهاية هذا العام سواء بدايات العام القادم، في شيء ممكن يتغير بحياتك باتجاه الأفضل، والأمور رايحة باتجاه الأفضل. إن شاء الله أيامكم دائماً سعيدة وتظلوا دائماً بخير. محبين ياخذوا الصبايا رسائل، الصبايا والشباب محبين ياخذوا رسائل لأنه ما في وقت صار. تماماً ما في وقت، ونحن ناطرين الشيف بشرة بهذا الطبق اللي كتير بيشهي. تفضل. يلا تفضلوا نختم عند الشيف بشرة مع برجر الأوزي. أوزي برجر جاج. أوزي برجر جاج. فتحج بقى بشرة بتخترعينا. أوزي برجر جاج. أنا قطعتهم مشان تقدروا تمسكون، بعرف تتلبكوا لأنه تمام. لأ ونحن أساساً يعني فقطعتهم مشان يصير، وحطيتهم بورق كب كيك كمان مشان يصير إنه هيك أكلون سهل نوعاً ما. شكل ياخذ عقل. الشكل شكل جميل جداً. هذا صحن عم والروايح جميلة جداً. والروايح جميلة. يعني يعطيك شكرا يا شيف، سلم ايديك يا رب. مثل العادة بصحنكم معكم، وانا هذا صحني. اوكي هيك صار الحكي. هذا سفري هيك على فكره. بشرة هي اكثر حدا ما بياكل فينا، يعني احنا بناكل قد لبشرة بشي 17 رده. شكرا كثير يا شيف، عن جد يعطيك الف عافيه. طريقه التقديم كثير حلوه والطعمه اكيد كثير طيبه. نحن هون وين بنكون وصلنا يا ورد؟ ختام حلقه اليوم. ختمنا حلقة اليوم مع هالطبق اللذيذ من أيادي الشيف بشرى عزيز. بيتجدد موعدنا معكم بكرة في مرة من المرات. قلت 10:30 أنا، أما مدام نجلة قباني قالت 10:30 10:15 بكرة ناطرينكم، فكونوا على الموعد. تبقوا بألف خير. باي باي.